مع اقتراب عيد منتصف الخريف الصيني، أقام المركز الثقافي الصيني بالقاهرة حفلا يوم الخميس بحضور عدد من الشخصيات من الجالية الصينية والمصريين المهتمين بالثقافة الصينية. خلال حفل عيد منتصف الخريف، قدم الصينيون الذين عاشوا في مصر بالإضافة للمصريين المهتمين بالثقافة الصينية عروض فنية، من بينها أغاني صينية تقليدية وأشعار صينية والعزف على آلات موسيقية صينية. ولم تساهم الأمسية في تعزيز معرفة المصريين بالثقافة الصينية التقليدية فحسب، بل قدمت فرصة للصينيين الذين يعيشون في الخارج للتعبير عن الحنين الوطني. إن الصين دي ثقافة قديمة جميلة، حضارة قديمة فيها ثقافة وفيها فن وفيها كل ما تتخيليه، زي مصر، مصر الفراعنة، الصين كمان حضارة قديمة كويس قوي. احنا عايزين التواصل ده يبقى موجود، وانا النهاردة باتفاقية مع السفير ومع المستشار الثقافي احنا هنعمل ان شاء الله اجتماعات كتيرة جدا، وهيبقى في تبادل ثقافي بيننا وبين الصين. عندما نستمع للموسيقى الصينية التقليدية نشتاق إلى الوطن، رغم أننا نعيش خارج البلاد نشعر بالنتائج المثمرة التي حققتها الصين خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في المجال الدبلوماسي نشعر بالابتهاج والفخر.